مجموعة أبو غالي من شوية أعلنوا عن عربيتين من الصانع الصيني جيلي، اللي أبو غالي أخد الوكالة بتاعت جيلي في مصر. العربية الأولانية اسمها أوكا فانجو، العربية دي بتنزل ب7 كراسي، العربية دي بتنزل هايبرد، العربية فيها موتور أساسي 1500 سي سي 3 سلندر تربو مع بطارية. العربية دي بتطلع 190 هورس باور و300 نيوتن عزم. العربية متوصلة بفتيس دول كلاتش 7 نقلات ويت. أول فئة بتيجي ب400 ألف جنيه، وتاني فئة بتيجي ب450 ألف. العربية دي بتتميز إن حجمها كبير جدا ومساحة الشنطة الخلفية 2050 لتر. تاني عربية اسمها جيلي كولاري، العربية كروس أوفر نازلة بموتور برضه 3 سلندر من فولفو 1500 سي سي تربو، بيطلع 175 نيوتن متر 175 هورس باور و225 عزم. برضه متوصله بفتيس دول كلاتش ويت 7 نقلات. اول فئه بتيجي ب 320 الف، وتاني فئه بتيجي ب 370 الف. بعض الفروقات بين اول فئه وتاني فئه، مقاس الجنط بيبقى اكبر في تاني فئه، بيبقى فيها سقف بانوراما، بيبقى فيها ستارت وستوب انجن ومفتاح بصمه. العربيات دي نازلة تحت اسم جيلي، بس احنا عارفين ان جيلي اشترت فولفو، فالتكنولوجيا كلها جاية من فولفو، وفولفو نفسها بتقول ان المواتير التلاتة سلندر بتاعتها الجديدة دي تعتبر اختراع، بس احنا طبعا مفيش حاجة لسه اتجربت على ارض الواقع. في فرصة قريبة جدا ان شاء الله ننزل فيديو نقول كل التفاصيل بين الفروقات بين العربيتين كفئة اولى وفئة تانية، سواء الموديل ده او الموديل ده، وربنا يسهل وتكون عربيات قد يعني المسؤولية وتكون حاجة كويسة جدا. وان شاء الله بكرة هننزل فيديو نقول احصائية مبيعات العربيات الصيني في مصر خلال سنة 2021. شكرا والسلام عليكم.